اسمي هي احمد خطابي، كنسكن في غير الدردور، عندي 15 عام، بامي اصلا ميدين ما عرفهمش، قالت لي كنقرا انا دابا في 7، خرجت منها. اصلا ديك السيده اللي كانت مكلفه بيا عندها مشاكل حتى هي درات علينا. دابا كنبات في واحد الكاميون، حاليا دابا راه كاين انا في واحد الكاميون هنايا كنبات فيه، واخا تاع البرد وداكشي عندنا هنا واحد الكشه. والمهم انا بعض المرات الناس راه كيتعاون معايا كيخرجوا لي الماكله، بعض المرات راه كنهبط للسوق كندبر على راسي. وتا دابا تا النعاس ديالي راه كاين البرد، مره البرد مره الصيد، كل مره جايب لي الوقت ما كاين ها الصبر وصافي. جينا الله من البلية ومن كلشي. المهم داكشي تا حاجه ما كتعرضوا ليها، لا حشيش لا سيليسيون كيما كان، داكشي ما كنديروش. وكان بيو كنقولوا كنصيفطوا واحد الرساله كاع دوك اللي كينعسو في الزنقه خصهم ودير داكشي ما مسلكش، حيد بعيد على داك المشاكل وداكشي. هاد الزنقه دابا انا اللي كاين فيها دابا حاليا راه خايبه، عارفه الوقت كي دايره، اش كتجيب لينا مره الصاد مره البرد. هاد المرات كتكون الناس كيطلع شي واحد هكا مشمكير كيضربه، مره كيسبك واحد، مره مدابش شكون اللي يفكك، كان عندك شي مشكل شكون اللي باغي يفكو ليك. المهم حنا بينا دابا شي واحد يتعاون معانا، دينا فين نسكنو نكملو حنا قرايتنا ونكونو اون فورم هنايا بحال عباد الله. كنطلبو من المحسنين اللي شافو هاد الفيديو يتعاونو معانا باش ما كان الله تا هو يكمل علينا وفك اسر كامل المسلمين. والسلام.